السلام عليكم يا شباب، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم زميلكم كارم محمود. بإذن الله هنتكلم مع بعض في النون ناركوتيك انالجيزكس اللي هي المحاضرة الخامسة ان شاء الله. بإذن الله نكون حلينا كويس في المحاضرات اللي قبل الميد، يعني اتمنى يعني نكون سهلنا عليكم بإذن الله. محاضرتنا بسيطة، هنكرر فيها كتير جدا جدا جدا، نحط الاساسات في الاول كده وهنقعد نكرر كتير، فمتزقش وبإذن الله نخرج حافظين. حتى الكام دول اللي في الاخر هنكررهم مع بعض، فبإذن الله المحاضرة بسيطة جدا يعني هتعجبك، وكل المعلومات اللي فيها عارفينها يعني. تمام، زي ما قلت لك عشان ما نطولش عليك، احنا محاضرتنا بعنوان النون ستريدر انتي انفلاماتوري دراج النون ناركوتكس، لان الناركوتك دي كنا خدناها في المحاضرة الرابعة اللي هي بتاعة المورفين بقى واخواته، كنا بنعالج بيها المودريت والسيفير بين. اما محاضرتنا النهاردة بتتكلم عن النون ناركوتكس اللي ما بتعمليش بقى ولا سيديشن ولا بتعمل لي ادكشن، اللي هي مين يعني؟ النون ستريدر والباراسيتامول. تمام، عشان الناس بس اللي بتقول ايه النون ستيرويدال هي نفسها الباراسيتامول، لا، الباراسيتامول حاجه بميكانيزم حتى ما نعرفوش، والنون ستيرويدال دي مجموعه تانية خالص، دي بنستخدمها طبعا في المايلد بين. تمام، قال لك بقى ان النون ستيرويدال دهيت او النار ناركوتكس يعني عشان نبقى بنتكلم عام، بتستخدم في حاجه اسمها تراياد. تراياد يعني لها ثلاث استخدامات، بتستخدم كانتي انفلاماتوري، بتستخدم كانالجيزك يعني تستخدم في الايه مضاد بيمنع الالتهاب، انالجيزك مسكن، وبتستخدم كمان كانتي بايريتك خافض للحراره. يبقى بتستخدم في ثلاث حاجات. تمام، تراياد، برضو خد بالك من كلمه تراياد دي وخلاص. طب الميكانيزم بتاعها ايه؟ قبل ما اقول لك الميكانيزم بتاع النون ستريدل دهيت، هقول لك ان في حاجه اسمها انزيم كده اسمه كوكس، سايكلو اوكسجينيز انزيم. ايه قصه الكوكس ده؟ تعال اقول لك. الكوكس ده يا سيدي، انا عندي في الجسم مواد كده ميديتورز بتتكون في الجسم، زي البروستاجلاندين، زي الليكوتراينز، زي الانترليوكين، حاجات كتير كده بتتكون في الجسم، صح؟ من ضمن بقى الانزيمات اللي بتدخل في تكوين الميديتورز اهيت، هو انزيم الكوكس ده. انزيم ايه؟ الكوكس. ماله بقى الكوكس ده يا عم؟ قال لك ان الكوكس ده بيشتغل على مركب اسمه الاراكنويد اسيد. طب ايه قصه الاراكنويد؟ قال لك الاراكنويد اسيد ده مركب بيبقى موجود في السيل ممبرين بتاع الخليه، فكده المهم ايه، بيتكسر ومن جوه من السيل ممبرين بتاع الخليه. ده كله بيحصل فيسيولوجي طبيعي في الجسم خالص، ان الاراكنويد ده بيجي من السيل ممبرين بتاع الخليه ويشتغل عليه الكوكس. يبقى لما الكوكس ده هوت هيروح يشتغل مين؟ على الاراكنويد اسيد اللي انا جايبه. هيعمل ايه في الاراكنويد ده؟ قال لك ان انا عندي ثلاث انواع من الكوكس ده، حسب بقى، في كوكس واحد، وفي كوكس اتنين، في كوكس تلاته. قال لك لو كوكس واحد اشتغل على الاراكنويد هينتج لي كده نوع معين من البروستاجلاندين. طب النوع ده من البروستاجلاندين بيدخل في تكوين ايه او استخدامه ايه؟ قال لك ده مهم جدا جدا جدا، لانه ليه دور يعني في يدخل في تركيب الخلايا وحمايتها. ازاي؟ قال لك ان هو بيدخل في تركيب الميوكس ميمبرين بتاع الاستومك، الطبقه اللي بتحمي الاستومك، خلايا الاستومك بيدخل في تكوينها. انا عارف ان ايه، في طبقه كده من الميوكس على الجدار بتاع الاستومك، عشان كده ليه دور بنسميه سايتو بروتكشن ان ذا ستومك. كلمه سايتو بروتكشن يعني ليه بيدخل في تركيب الميوكس ميمبرين اللي بيحمي لي الخلايا بتاعه الاستومك. تمام، ايه تاني؟ قال لك كمان ان هو ليه دور في البليتلت اجريجيشن. بليتلت اجريجيشن يعني ايه؟ قال لك ان البروستاجلاندين ده فيه منها نوع اسمه الثرومبوكسان، ثرومبوكسان اي 2، ثرومبوكسان اي 2. الثرومبوكسان اي 2 ده المسؤول عن البليتلت اجريجيشن. يعني ايه؟ يعني المسؤول عن معاليك مثلا لما تتعور، ايه اللي بيحصل؟ بيحصل تجلط للدم. مين اللي بيعمل لك تجلط للدم ده؟ الثرومبوكسان اي 2، بيروح كده يجمع البليتلتس ويخليها تتجلط، يبقى مسؤول عن ايه؟ البليتلت اجريجيشن. يبقى اول حاجه قلت لك ليه دور في السايتو بروتكشن في الاستومك، تاني دور قلت لك في البليتلت اجريجيشن، تالت دور هقول لك ليه دور في الكيدني فانكشن. يعني ايه في الكيدني فانكشن؟ ليه دور ان الكيدني بتاعت حضرتك تروح تعمل لي مثلا تتخلص لي من البوتاسيوم والهيدروجين وتحافظ لي على الصوديوم وهكذا، يبقى ليه دور في الفانكشن بتاعت الكيدني. يبقى انا لما اقول لك اهو الكوكس واحد ليه دور فين، هتقول لي ليه دور في كسايتو بروتكشن، بليتلت اجريجيشن، كيدني فانكشن. تمام، تمام جدا، تعال نمسح ده كله ونرجع تاني. يبقى كوكس واحد ده ممكن اسميه الكونستيتيف. كونستيتيف يعني ايه؟ كونستيتيف ده يعني ايه؟ يعني اهم واحد. كونستيتيف يبقى مش عارف بقى انت بتنطقها ازاي، كونستيتيوتيف، كونستيتيف، زي ما تنطقها.
ده اهم واحد في الثلاث انزيمات اللي هنقولهم، تمام؟ وده موجود فين؟ انا قلت لك موجود بريفرال اهو، ما جبتلكش سيره السي ان اس، تمام؟ اما عمك الكوكس 2 موجود فين او ليه دور فين؟ قال لك ان الكوكس 2 ده هوت ده بيكون لي نوع من البروستاجلاندين اسمه بروستاجلاندين اي 2، وده المسؤول عن الانفلاميشن. يبقى البروستاجلاندين ده مسؤول عن الكوكس 2 ده المسؤول عن تكوين البروستاجلاندين بتاع الانفلاميشن. انا عارف ان البروستاجلاندين ده واحد من الميديتورز اللي بتطلع اثناء الانفلاميشن، طب مين اللي بيطلعها لي؟ قال لك بقى الكوكس 2 ده هو اللي بيطلعها لك. هنقول بقى البروستاجلاندين ده بيعمل ايه، نقولها دلوقتي وخلاص. قال انا اروح بقى بيعمل لي فازو دايلاتيشن في البلاد فيسل، وبالتالي الخلايا بتاعه البلاد، الخلايا بتاعه الدم الانفلاماتوري سيل بقى يحصل لها مايجريشن وتجيلي، ويحصل لي بقى إديمة، فازو دايلاتيشن، الكلام اللي بيحصل بقى كله اللي احنا عارفينه، وهنكرره كده بصوره سريعه. يبقى كوكس 2 افتكر معايا بتاع الانفلاميشن، تمام جدا. كوكس 3 ده مش موجود غير في السي ان اس، مش موجود غير في السي ان اس، تمام تمام. طب ايه لوكس اللي انت حاطته لي في الاخر ده؟ ايه لوكس؟ صابونه مثلا يعني ولا ايه ده؟ انا مش فاهم. لوكس ده يعمل حاجه برضو، ده برضو انزيم زي كده زي كوكس، انزيم كده زي لوكس، ماله زي كوكس، ماله بقى اللوكس ده؟ برضو بيحول لي الاركنويد اسيد ويديني مركب او ميديتور كده اسمه ليكوتراينز، ده عبارة عن ميديتور برضو ليه دور بيطلع أثناء الانفلاميشن وكده. بس لقوا إن ليكوتراين بي 4 نوع معين يعني من الليكوتراين لما بيطلع بيعمل لي أزمة. يعني إيه أزمة؟ يعني بيعمل لي كونستريكشن في البرونكاي، يعني بيقفل لي البرونكاي، بيضيقها لي. يبقى لوكس لما بيشتغل بيطلع لي نوع من الميديتور اسمه ليكوتراين، وخصوصا ليكوتراين بي 4 بيعمل لي أزمة، انديوس الأزمة، تمام؟ عن طريق بقى إنه قلت لك بيضيق الشعب الهوائية، تمام جدا. يبقى انا في المحاضره بتاعتي جاي بعنوان ايه؟ نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، يعني جاي اعالج ايه؟ انفلاميشن، جاي اعالج، استخدمهم كانالجيزكس، استخدمهم كانتي بايريتكس. يبقى جاي اقفل الكوكس ده اللي بيحصل ده، جاي اقفل الكوكس. يبقى انا جاي اعمل ايه في المحاضره بتاعتي؟ جاي اقفل الكوكس ده، بس انهو كوكس بالاخص؟ بتاع الانفلاميشن. جاي اقفل انهو كوكس؟ بتاع الانفلاميشن اللي هو كوكس مين؟ كوكس 2. بس ايه بقى؟ معرفوش يعملوا دواء يشتغل على الكوكس 2 ده. الاول ما بداوا يصنعوا ادويه تشتغل كانتي انفلاماتوري، دي انتي انفلاماتوري، ما عرفوش يصنعوا على كوكس 2 ده بس. امال ايه؟ لا، صنعوا حاجه نون سيلكتيف. ايه نون سيلكتيف؟ يعني ايه نون سيلكتيف؟ يعني بتشتغل على كوكس 1 وبتشتغل على كوكس 2 وكوكس 3، تمام؟ تشتغل على كوكس 1 ايه؟ يعني ايه تشتغل على كوكس 1؟ يعني تقفل لي كوكس 1، تقفل لي كوكس 2، تقفل لي كوكس 3. ولما اقفل كوكس 1 يبقى انا كده مش هصنع البروستاجلاندين اللي بيدخل في تكوين الميوكوس ممبرين بتاع الاستومك، وبالتالي كده قلت الحمايه بتاعت جدار الاستومك، فيحصل لي بيبتيك السر. يلا اهو احنا دلوقتي على فكره بنقول استخدامات، بنقول سايد افكت، بنقول اكشن، تمام؟ يبقى لما اقفل الكوكس 1 ده ايه اللي حصل لي؟ الميوكوس ممبرين اللي الموجود في الاستومك، جدار بطانه الاستومك، مش هيتكون، وبالتالي يحصل تقرحات، بيحصل لي بيبتيك السر، يحصل لي اريتيشن، يحصل لي فوميتنج، الكلام ده كله. قلت لك من شويه ان هو بيدخل في تكوين او ليه دور في الكيدني فانكشن، وبالتالي اللي يحصل كيدني ديسفانكشن او نيفروباثي او نيفروتوكسيستي، تمام؟ نيفروباثي، نيفروتوكسيستي، هنتكلم على الميكانيزم بالتفصيل برضه. قلت لك اللي هو ليه دور في البليتليت اجريجيشن، بيزود لي البليتليت اجريجيشن اللي هو البروستاجلاندين يعني، خصوصا السيروم بوكسان اي 2، وبالتالي مش هيحصل بليتليت اجريجيشن، فيحصل لي بليدنج. ده كله لما عملت ايه؟ ده كله لما معاليك قفلت لي كوكس 1 ده، تمام تمام جدا. طب لما اقفل كوكس 2 ده المطلوب اصلا ان انا اقفل كوكس 2 علشان ما يحصلليش انفلاميشن، علشان اقلل بقى الفازو دايليتيشن اللي بيحصل، اقلل البين اللي بيحصل، اقلل الاديمه والكلام ده كله. فده ما فيش انه اي سايد افكت. يبقى انا بستخدم الدواء بتاعي علشان يبقى مين اللي بيعمل لي الثيرابيوتيك يوز او الثيرابيوتيك افكت؟ كوكس 2. اما اللي بيعمل لي السايد افكت لما اقفله، انهيبيشن اوف كوكس 1، تمام جدا. كوكس 3 مش عارف جاي غصب عنه باين، تمام جدا. الحمد لله غطينا الكلام اللي هنا كله، مش محتاجين نكرر حاجه يعني. حتى انا قلت لك كلمه كونستيتيوتيف دايت وانديوسابل، ده ما بيطلعش. كلمه انديوسابل يعني ما بيخرجش غير ساعه الانفلاميشن بس، وبيزود بقى خروج الايه؟ الانفلاميشن، الانفلاماتوري ميديتور، مسؤول عن خروج الانفلاماتوري ميديتورز، تمام جدا.
طب يلا نتكلم بقى دلوقتي عن مين، عن الميكانيزم بتاعت النون ستيرويدال والايه والباراسيتامول. مش عارف الدكتوره ليه حاطه الباراسيتامول في ضمن الميكانيزم ده، مع ان انا سمعتها ان يعني الباراسيتامول ملهوش مش عارفين الميكانيزم بتاعه. تمام، مش عارفين الميكانيزم بتاعه، فاحنا نتكلم عن النون ستيرويدال. انسى كلمه باراسيتامول ده لان مش صح، وانا برضو صراحه شفتها على جوجل مش صح. فايه يبقى الميكانيزم في اكشن بتاع النون ستيرويدال بتشتغل ازاي؟ بتشتغل عن طريق ان هي تعمل انهبيشن للكوكس بتاعنا اللي احنا لسه قايلينه ورا، اهو تعالى نقولها هنا افضل، معلش نعيد تاني اهو. بتشتغل ازاي؟ عن طريق ان هي تعمل انهبيشن، يبقى النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج. بتشتغل ازاي دهيت؟ بتشتغل عن طريق ان هي تعمل انهبيشن للانزيم اللي اسمه كوكس ده. ايه ده كوكس؟ يعني ولا كوكس واحد ولا اتنين ولا تلاته، بتعمل لهم التلاته، يبقى نون سيلكتيف. انت عاوز تقول ان النون ستيرويدال نون سيلكتيف، نن مع نن اهي، ان مع ان. تمام، ايه تاني؟ قال لك كمان ان هي ار ريفرزابل. ار ريفرزابل يعني ار ريفرزابل ديت يعني بتمسك بكوفيلنت بوند مع كوكس دوت. يعني ايه انت بتقوله ده؟ يعني من الاخر بتمسك في الكوكس ما بتسيبهوش، يعني من الاخر الكوكس ده مع السلامه، يعني مش هيشتغل تاني، باص كده حضرتك كون لي كوكس جديد. يعني النون ستيرويدال تيجي تمسك في الكوكس ده مع السلامه، مش هيشتغل تاني، مش هيشتغل تاني. تمام، دي كلمه معنى كلمه irreversible. يبقى احنا فسرنا العنوان اهو ان هي بتشتغل نون سيلكتيف، ان عن طريق ان هي تقفل لي كوكس واحد، كوكس واحد واثنين وثلاثه، يعني نون سيلكتيف و irreversible. تمام جدا، يعني اي حاجه بتعمل مثلا ايه بليتلت اجريجيشن، لما بتمنع البليتلت اجريجيشن كده مش هيحصل بليتلت اجريجيشن تاني، ميكوزا مش هيتكون، الكلام ده كله معناها يعني ايه irreversible. تمام اهو، يبقى كده خلصنا اول حاجه اهو، اللي هو ايه انهبيت السايكل اوكسيدينيز انزيم، وبالتالي بتمنع تحويل الاركنويد لمين؟ للاركنويد اسيد، لاندوبريكسيدز، لانتوبريكسايز اللي هي مين اللي يقصد بيها، اللي هو البروستاجلاندين والثرومبوكسان. تمام، اللي احنا اتكلمنا عليهم. بتشتغل ازاي؟ قلت لك ان هي بتشتغل كنون سيلكتيف. في لا او معلش يعني ما هو النون ستيرويدال دهيت في منها نون سيلكتيف، معلش اتلخبطت، في منها نون سيلكتيف طبيعي وفي منها سيلكتيف، في منها نون سيلكتيف ومنها سيلكتيف. يعني ايه نون سيلكتيف؟ يعني بتشتغل على كوكس واحد واثنين وثلاثة. طب يعني ايه سيلكتيف؟ يعني تشتغل على كوكس اثنين بس، اللي هو بتاع ايه؟ بتاع الانفلاميشن يعني. والنون سيلكتيف ديت اللي بتشتغل على كوكس واحد واثنين وثلاثة رجعنا قسمناها لإير ريفيرزابل وريفيرزابل. تاني النون سيلكتيف قسمناها لإير ريفيرزابل يعني ما بتمسك في الكوكس ما بتسيبهوش، خلاص كده مع السلامة، يبوظ كده خلاص، استنى بقى لما يتكون كوكس جديد. طب والريفيرزابل لا، تمسك فيه شويه وخلاص تسيبه تاني. تمام تمام، يبقى اهوت النون. طب النون سيلكتيف زي مين؟ النون سيلكتيف النون سيلكتيف زي اول واحد معانا اهوت اسمه السلسلك اسيد، سلسلك اسيد اللي هو الاسبرين، سلسلك اسيد اللي هو الاسبرين. تمام، الاسبرين بيعتبر قلت لك نون سيلكتيف الريفيرزابل. ليه نون سيلكتيف ايريفرسبل؟ ما انا لسه مقسمين اهو، نون سيلكتيف ايريفرسبل يعني ايه؟ نون سيلكتيف ايريفرسبل يعني بيشتغل على التلاتة كوكس، ايريفرسبل يعني بيمسك بكوفيلنت بوند ما بسيبهوش، استنى بقى لما يتكون كوكس جديد. تمام، يبقى الاسبرين نون سيلكتيف ايريفرسبل. نون بيقول لك في اذر نون ستيرويدال بس ريفرسبل، يبقى مين الوحيد اللي ايريفرسبل؟ الاسبرين بس، الباقي ريفرسبل. طب الاسامي بقى دي كلها سيبك منها، كده كده هنكررها تاني، هنحفظها كل واحد بايه في مكانه، فانت عاوز ايه تقراها كده اقراها. تمام، لان في اخر المحاضره يعني هنحفظها مع بعض. تمام جدا، طب مين بقى السلكت؟ احنا دلوقتي اتكلمنا على مين؟ اتكلمنا على النون سيلكتيف، قسم لهم لايرفيرسبل زي الاسبرين، ريفيرسبل شويه الادويه اللي قدامك دولت. طب بقى نتكلم عن السلكتيف. قال لك عندنا دواء سلكتيف اسمه سيلوكسيب، وطبيعي انا لما اقول لك سيلكتيف يبقى انت عارف من غير ما اكمل كوكس 2. طب نقولها ازاي؟ سيلكتيف سيلكتيف سيلوكسيب، سيلكتيف سيلوكسيب، احفظهم مع بعض اهو، سيلكتيف سيلوكسيب، شويه بصمجه كده. يبقى مين السيلكتيف عشان دي مهمه؟ سيلوكسيب. كلمه كده لسه قايلينها برده ملهاش اي 30 لازمه. احنا دلوقتي هنتكلم على مين؟ عن الاسبرين او الاستايل سلسلك اسيد. سلسلك اسيد عباره عن ايه؟ عباره عن نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز نون سيلكتيف ايرريفرسبل. تمام، اقعد اتكرر معايا كده
عشان ما تحتاجش ايه تذاكر تاني. اول حاجه هنتكلم عن الكاينيتيك بتاعته. كاينيتيك يبقى انا هتكلم عن ادم ADME. يعني ايه ادم؟ اللي هو الابسوربشن والديستريبيوشن والميتابوليزم والاكسكريشن بتاعه. تعالى كل واحده كده نغطيه كلمتين فيها. قال لك ان الابسوربشن بتاع الاسبرين ده بيتاخد اورال. يا تصدق ما كنتش اعرف. يبقى الاسبرين بيتاخد ايه؟ اورال، سبحان الله. وبعدين الاسبرين ده اللي هو السلسلك اسيد، ها اسيد، وبالتالي امتصاصه هيكون منين؟ تعالى نشوف كده. ايه ده؟ مش دي ستومك برضو مع انتستين ولا اه؟ هي انا عارف ان الاستومك بتاعتنا، بس هي مجهده شويه صراحه. دي الاستومك ايه؟ عشان الناس اللي ايه اللي بتهزر بقى كده، ده الاستومك ايه مالها؟ انا عارف ان الاستومك ديت عباره عن وسط حامضي، وبالتالي مين الادويه اللي هتمتص فيها؟ الادويه الحامضيه اللي هي البي اتش بتاعتها حامضيه، تمام. ودي مين؟ دي الانتستين، وسط قاعدي. مين اللي بيمتص فيها؟ الادويه القاعديه، تمام جدا. انا الدواء بتاعي اللي بتكلم عليه اسمه اسبرين سلسلك اسيد، فيحصل له امتصاص منين؟ من الاستومك. هيحصل له امتصاص من الاستومك من هنا. قال لك كمان برضو بيحصل له امتصاص من الابر بارت وفي السمول انتستين. برضو لسه احنا الوسط حامض، لسه الوسط ايه ما دخلش على قاعديه، يعني يعتبر حامضي. فالامتصاص بتاعي بيحصل منين؟ يلا ها، من الاستومك ومن الابر بارت وفي السمول انتستين. قال لك بقى ان الامتصاص بيحصل اكتر من السمول انتستين، ابر بارت وفي السمول انتستين، لان مساحه السطح بتاعته بيكون اكبر يعني من الاستومك. تاني، الابزوربشن بيحصل اكتر منين؟ من الابر بارت وفي السمول انتستين. طب بيحصل منين ومنين يعني؟ من الاستومك والابر بارت اوف السمول انتستين، تمام؟ تمام جدا. احنا خلصنا اول حاجه الابزوربشن. نتكلم عن الديستريبيوشن. يعني ايه الديستريبيوشن؟ يعني ماشي ازاي في الدم. ماشي ازاي في الدم؟ قال لك ان اولا بيروح لكل انسجه الجسم. ما انا عارف انا واخد حبايه الاسبرين مش هتروح طبعا للصداع تقفل لي الصداع بس وخلاص، يعني تروح تطلع على المخ على السي ان اس وتقلل لي الصداع، لا طبعا ما بيحصلش. ده هي بتلف الجسم كله، بتروح للكدني، بتروح للليفر، بتروح للهارت، بتروح لكل انسجه الجسم، وجزء منها بيروح عدي فين؟ للسي ان اس ويقلل لي الهارت. فعشان كده قال لك ان هي بتلف الجسم كله اول اوفر ذا بودي، تمام. قال لك كمان ان هي بتعدي للبلاد برين بارير. يا سيدي ازاي؟ ما انا عارف، يعني هي جايه تعالج لي الهيدك، يعني راح تعدي للسي ان اس، يبقى طبيعي لازم تعدي البلاد برين بارير، تمام جدا. واللي يعدي فوق يعدي تحت. في معلومه مهمه بقى ان هي بتكون باوند للبلازما بروتين. يعني ايه؟ لازم لها تتشال على حاجه في الدم، لازم تتشال على البلازما بروتين بتاعه الدم، ودي حته حاجه مهمه نقولها. عندنا واحد ماشي على ورفرين. انا الامثله النهارده هقولها ايه على الولاد، كل مره بقعد اتنمر اقول على الفيميل، خلينا النهارده نقول الولاد عشان محدش يزعل. وقتي يعني راجل ماشي على ورفرين، تمام، ماشي بقى دواء بقى عنده جلطات بقى وكده، فماشي على ورفرين. وبعدين الورفرين ده من الادويه اللي بتتشال على البلازما بروتين، بتتشال على البلازما اهو، ادا الورفرين اهوت، او لا سوري ده البلازما بروتين، وادا الورفرين اهوت متشال على البلازما بروتين، تمام. جه الدواء بتاعنا الرخم اللي اسمه اسبرين اهو، انا خدته اهوت، بلعت القرص اهوت وماشي ماشي القرص، عاوز بقى ايه؟ قال لك انا لازم اتشال على البلازما بروتين. فيجي يعمل ايه؟ يجي يزق الورفرين اللي قاعد ده هوت، يقول له قوم من مكانك ويقعد مكانه اهو. معلش بقى ايه اللي حصل؟ لا اله الا الله، هو في حاجه حصلت في الموبايل، ثواني. تمام، هذا هو الدواء بتاعنا الرخم اهوت، جه قاعد مكان مين؟ جه قاعد مكان الورفرين، والورفرين اصبح فري في الدم اهوت. ده مين؟ ده الورفرين. ايه ده؟ الورفرين بقى لما اصبح فري في الدم كده يروح يعمل ايه؟ يزود لك من السيوله بتاعه الدم. فالشخص ايه كان بيتعالج من الجلطات، بقى دلوقتي خش منك في بليدنج واتكل على الله مع السلامه، تمام. فعشان كده دي من الانتر اكشن المهمه اللي لازم تعرفها، ان ما ينفعش تدي اسبرين مع واحد بيتعالج من سيوله، تمام. عشان كده الورفرين برضو بيتحسب جرعاته بجرعات دقيقه وكده، يعني مالناش دعوه. يبقى تبقى عارف ان الاسبرين بايه بيتشال على البلازما بروتين، وقلت لك اهوت مثال عليها. ايه تاني؟ نتكلم عن الميتابوليزم. ماله بقى الميتابوليزم؟ اولا الدواء بتاعنا ده بيحصل له ان اكتيفيشن بصورتين او بطريقتين، يعني يا اما يحصل له ان اكتيفيشن عن طريق ان هو الليفر تعمل له ايه، ادي الليفر بتاعتنا اهيت عسوله خالص اهيت، مالها ان شاء الله الليفر ياخد دوري الابطال ان شاء الله. المهم ده الليفر اهوت الجلوكورونيك اسيد، يحصل بقى ان اكتيفيشن للاسبرين. ازاي؟
قال لك ان الاسبرين اهوت بيتحد جوه الليفر مع ماده اسمها الجلوكورونيك اسيد، تمام، ويتكون لي مركب ان اكتف، وبالتالي ايه المركب الان اكتف ده ينزل فين؟ في اليورين بقى وكده، تمام. ده اللي بيحصل، يبقى الاسبرين يتحد في الليفر مع مركب اسمه جلوكورونيك اسيد، بنسميها كونجيوجيشن يعني العمليه ديت، ويكون لي مركب ان اكتف. عاوز تحفظه اللي هو السلسيوريك اسيد ده، احفظه مش عاوز، كبر دماغك، تمام. ايه المركب الان اكتف ده ينزل فين؟ في اليورين، جزء منه في البايل وجزء منه في اليورين برضه، تمام. ده طريقه، يبقى طريقه ان هو يتحد مع يحصل له كونجيوجيشن. طريقه تانية ان هو يحصل له اوكسيديشن لمين؟ الاسبرين، ويكون لي برضه مركب اسمه جنتسيك اسيد وينزل برضه في اليورين او البايل، تمام. يبقى الميتابوليزم ملوش اي 30 لازمه لحد دلوقتي، اصلا الدكتوره عدت الكلام ده كله، بس احنا ايه مندردش مع بعض والله. بس جه دور بقى مين؟ الاكسكري. احنا اتكلمنا عن الابزوربشن، تمام، قلت لك اهم حاجه تعرف ان هو بيمتص فيه اكتر حاجه في الابر بارت اوف السمول انتستين بسبب الايه، ان مساحه السطح كبيره يعني وكده. اتكلمنا على الديستريبيوشن، قلت لك ان ايه الباوند للبلازما بروتين، وضربنا مثال كلينيك. اتكلمنا على الميتابوليزم، بيحصل له كونجيوجيشن في الليفر ويديني مركب ان اكتيف اسمه سلسيوريك اسيد، او يحصل له اوكسيديشن ويديني ماده كده اسمها جنتسيك اسيد. نتكلم بقى عن الاكسكريشن، ها ماله الاكسكريشن؟ برضه بيحصل له اكسكريشن في الايه، في عن طريق الكدني 25% او مينلي عن طريق الكدني. اولا الاسبرين بيخرج عن طريق اليورين، عن طريق الميلك، عن طريق السلايفا، عن طريق السويت، بيخرج عن الطريق كله على فكره، تمام جدا. بس في حته حلوه برضو، يعني عندنا بنت عندها 20 سنه جايه لك الاستقبال مغمى عليها، معلش بقى انا ما اقدرش صراحه اقعد طول المحاضره اتكلم عن الولاد بس. فالمهم ايه، بنت جايه لك 20 سنه مغمى عليها طبعا، فوالدها بيقول لك ايه، احنا دخلنا عليها الاوضه لقيناها مغمى عليها كده، تمام حضرتك، هي في مشكله ولا ايه؟ قال لك احنا لقينا شريط او علبه البنادول دهيت او علبه الاسبرين دهيت جنبها. بتبص على علبه الاسبرين طبعا لقيتها كلها، البنت سف علبه الاسبرين كلها، يبقى البنت دي انتحرت بايه؟ انتحرت باسبرين. تمام جدا، ربنا يا رب تكون اتكلت على الله ولا حاجه، للاسف لسه حي. المهم هنعمل ايه؟ هنتصرف ازاي؟ طبعا هنتدخل بجاستريك لافاج. طب الجزء بقى اللي حصل له امتصاص ده وموجود في الدم هنتخلص منه ازاي؟ قال لك عن طريق ان انا اعبي البنت دي ب ان اي اتش سي او 3. ان اي بيتكتب ازاي؟ ان اي اتش سي او 3. ماله الان اي اتش سي او 3 ده؟ ده ماده قاعديه. هتعمل ايه يعني؟ هتخلي لي اليورين بتاع البنت دي قاعدي، وسط قاعدي. عاوز توصل لايه؟ عاوز اقول لك ان الماده الحامضيه بيحصل لها اكسكريشن اكتر في الوسط القاعدي، وبالتالي علشان ازود الاكسكريشن بتاع الاسبرين اللي حصل له امتصاص ده اعمل ايه؟ اعمل الكولونيزيشن لليورين بتاع البنت دي، تمام. عشان كده بيقول لك اهو، تعالى نشوف مكتوب هنا ايه. قال لك اهوت ان احنا بنعمل الكولونيزيشن لليورين، وبالتالي بزود الاكسكريشن، وده مفيد في حالات التوكسيستي. ونكمل بقى القصه بتاعت البنت، طبعا لما عملنا كده للاسف فائت، للاسف. يلا الحمد لله، تمام كده. يبقى احنا اتكلمنا الحمد لله عن الابزوربشن والديستريبيوشن والميتابوليزم والايه والاكسكريشن. نكمل، في حاجه بقى اسمها البلازما هاف لايف. الدواء ده بيقعد قد ايه في الجسم؟ الدواء ده بيقعد قد ايه في الجسم؟ قال لك ان اللور دوز بتتبع حاجه اسمها الفيرست اوردر كاينيتك، اما الهاي دوز بتتبع حاجه اسمها الزيرو اوردر كاينيتك. ايه الفيرست اوردر وايه الزيرو اوردر كاينيتك؟ تعال نشوف مع بعض. المحاضره دي زي ما قلت لك مجمعه صراحه كميه حاجات من الجنرال غبيه كتير جدا، تعال نفهم مع بعض. يبقى ده احنا هنتكلم دلوقتي عن ايه الفيرست اوردر كاينيتك وهنا الزيرو اوردر كاينيتك، نفهمه مع بعض الاول. يعني ايه فيرست اوردر كاينيتك؟ يعني كل وقت ثابت او كل وقت ثابت بيخرج نسبه ثابته من الدواء. مش فاهم، انا مثلا خدت 1000 مللي جرام من الاسبرين ده، بيقول لك مثلا بعد نص ساعه فقدت نص الكميه. طب بعد نفس النص ساعه، يعني بعد ساعه بقى، يعني احنا ايه بعد نص ساعه فقدنا كذا، بعد نص ساعه كمان فقدنا 250، بعد نص ساعة تانية يبقى ده نص ساعة اهو وده نص ساعة. طب 250 بعد نص ساعة بقيت 150، وهكذا وهكذا. يبقى أنا إيه بفقد إيه؟ بفقد نسب، أو يعني بفقد كل وقت ثابت كل نص ساعة
بتخرج نسبة ثابتة. نسبة ثابتة اللي هي كام لو انت ملاحظ؟ 50%. يبقى 50% كل نص ساعة، صح؟ 50% كل نص ساعة، يبقى ده بسميه فيرست اوردر كاينيتك. اما الزيرو اوردر كاينيتك يعني بيخرج كمية ثابتة. يعني ايه؟ يعني مثلا خرج هنا مثلا ده 1000، بقى مثلا ايه 600، يخرج مثلا نسبة ثابتة يبقى 400، يخرج مثلا يبقى يبقى كده خلاص ما تبقاش حاجة. فانت ايه، ده 400 خرج هنا، 400 وهنا خرج، 400 هنا، خلاص يبقى بقى كده كله خرج كله. يبقى الزيرو اوردر كاينيتك اللي بيخرج، يبقى بيخرج من الدواء كمية ثابتة في وقت، كمية ثابتة من الدواء، يبقى اللي بيخرج كمية ثابتة. اما الفيرست اوردر كاينيتك لا، نسبة ثابتة اللي بتخرج اللي هي كام؟ 50% من الدواء، 50% من الجرعة اللي انت واخدها. 100 100000 مثلا ملي او 1000 ملي جرام بقى 500، بعد نص ساعة ال 500 بقت 250، بعد نص ساعة 250 بقى 150. اما هنا لا، ده كمية ثابتة اللي بتخرج كام مثلا؟ هنثبت مثلا 60 جرام كل شوية، كل نص ساعة 60 جرام، يبقى نسبة ثابتة هي اللي بتخرج، دي بسميها زيرو اوردر كاينتك. تعالى بقى نرجع للمحاضرة بتاعتنا. قالك بقى في اللور دوز بتتبع الفيرست اوردر كاينتك، والتهاب بتاعه نص ساعة، 4 ساعات. هما بقى حسبوا في اللور دوز، يعني مثلا واخد جرعة قليلة، يعني مثلا واخد جرام ولا حاجة مثلا من الأسبرين، يعني واخد قرصين مثلا كده من الأسبرين، قال لو ان التهاب بتاعته نص ساعة، 4 ساعات. اما الهاير دوز، الهاير دوز اللي هي فوق 5 جرام، ده بتتبع الزيرو اوردر كاينتك. يبقى اللور دوز تتبع الفيرست اوردر كاينتك، اما الهاير يبقى زيرو اوردر كاينتك. تمام جدا. نتكمل نتكلم على الديناميك. يلا الفارماكوديناميك، الديناميك لسه متكلمين عليه من شويه. نون سيلكتيف اير ريفرسيبل، نون سيلكتيف اير ريفرسيبل بيعمل ايه بقى؟ قلت لك بيشتغل كانالجيزك، بيشتغل كانتي بايريتك، انتي انفلاماتوري. اولا الميكانيزم بتاع كل واحد مش مطالب بيه، مش مطالبين بيه، بس احنا ايه هنحاول نقوله كده بسرعه، تمام؟ فانت ما تعلقليش بقى على الكلمه مثلا ما قلتهاش، نقطه ما قلتهاش. ميكانيزم، اي ميكانيزم من الثلاثه دولت احنا مش مطالبين بيه. ازاي بقى بيشتغل كانالجيزك؟ سواء انالجيزك او انتي بايريتك او انتي انفلاماتوري، عن طريق ان هي بتقلل تصنيع البروستاجلاندين. يبقى تاني، سواء سواء لها دور كانالجيزك او انتي انفلاماتوري او كده، عن طريق ان هي بتقلل لي تصنيع البروستاجلاندين. تمام. طب مين اولا بيشتغل كان، يعني عشان اشتغل كانالجيزك قال لك بستخدم او يكفي الانترميديت دوز. طب انتي بايريتك برضه تكفي الانترميديت دوز، ولكن علشان الدواء اللي هو اسمه اسبرين ده يشتغل كانتي انفلاماتوري محتاج لارج دوز. يبقى انالجيزك وانتي بايريتك بنستخدم بس تكفي الانترميديت دوز، جرعه صغيره مثلا 1 جرام بس بير دي. اما عشان تشتغل كانتي انفلاماتوري لا، تحتاج 5 جرام كل يوم، يعني مثلا حوالي 10 تقراص من الاسبرين ده كل يوم. تمام. طب يلا نرجع بقى لكلامنا تاني، ازاي بنشتغل كانالجيزك؟ عن طريق ان انا بقلل البروستاجلاندين. يا سلام، ما احنا لسه قايلين كده. وبعدين لما اقلل البروستاجلاندين ده، قال لك ان انا لما اقلل البروستاجلاندين بقلل السنسيتيفيتي اوف النيرف اندنج للكاينينز. مش فاهم. بص، البروستاجلاندين دهيت دي عباره عن مواد بتطلع اثناء الانفلاميشن. تمام. يبقى مواد بتطلع اثناء الانفلاميشن بتعمل لي ايه يعني؟ بتروح للنيرف اندنج. انا عارف ان الريسبتور بتاعه البين اسمها نيرف اندنج، فري نيرف اندنج، وتروح تعمل استيميوليشن للريسبتور بتاعه البين. يبقى البروستاجلاندين الرخمه دهيت تروح تعمل استيميوليشن للريسبتور دهوت بتاع البين. يعني ايه تعمل استيميوليشن؟ يعني تخلي معاليك تحس ببين. تمام، تحس ببين. تمام جدا. طب انا لما اقلل البروستاجلاندين دهيت امنحها، وبالتالي مش هتحس ببين. تمام. يبقى البين اللي انت كنت بتحس بيه مش هتحس بيه خلاص. يبقى البروستاجلاندين لما منعت، ازاي اشتغلنا كانالجيزك؟ عن طريق ان انا قللت البروستاجلاندين، وبالتالي قللت السنسيتيفيتي بتاعت مين؟ بتاعت النيرف اندنج دايت. يعني قللت السنسيتيفيتي بتاعتها، مهما يحصل لها ستيميوليشن ما تستجبش. تمام جدا. وبالتالي احتاجت ايه؟ يعني لازم أن يكون البين عنيف عشان يحصل لها ستيميوليشن، انما بين بسيط كده ايه ما تستجبش ليه. بيقول لك برضو ان هي ليها سنترال افكت، عن طريق ان هي بتقلل البين في السب كورتيكال سايت، بتقلل الترانسميشن اوف بين في السب كورتيكال سايت. يعني ايه؟ انا عارف ان البين اهوت، ادي اهو، ادي الريسبتور بتاع البين بره خالص اهوت، وبعدين جاب لي البين
للسباينال كورد اهو، وبعدين بيطلع فوق للكورتكس فوق، وبعد كده يرجع تاني صح. هو ما بتعمل ايه؟ بتقلل ان البين يطلع فوق، يلا البين مش طالع وبالتالي ما تحسش بالبين، تمام. يبقى بتقلل الترانسميشن اوف البين في السب كورتيكال سايت، يعني مثلا الليمبيك سيستم تقلل الايه، ان البين ينتقل خلاله، تمام. يبقى اول حاجه اهم حاجه اللي إيه؟ بتستخدم كانالجيزيك، انو الانترميديت دوز منها. طب انتي بايريتك ازاي بتقلل الحراره؟ عن طريق ان هي بتقلل البروستاجلاندين، خصوصا بروستاجلاندين اي 2. قال لك ان احنا بنقلل البروستاجلاندين اي 2 ده في الهايبوثالامس، وبعدين يعني عاوز تقول ايه؟ قال لك لما نقلل البروستاجلاندين ده في الهايبوثالامس ايه اللي بيحصل؟ بنروح نعمل نعمل فازو دايليتيشن في البلاد فيسل، وبالتالي بزود فقد الحراره من البلاد فيسل دهيت، تمام. لما اعمل لها فازو دايليتيشن يبقى انا كده بزود فقدان الحراره من، لاحظ في الـ في الـ اثناء الصيف وكده تلاقي النوعيه الدمويه بتاعتك البريفرال بلاد فيسل بتاعتك تلاقي يعني ظاهره كده وكبيره. ليه اللي حصل فيها؟ ان حصل فيها فازو دايليتيشن علشان تزود فقدان الحراره من خلالها. وكمان بيحصل طبعا برضه في الصيف سويتنينج علشان نزود برضه فقدان الحراره، تمام. وبالتالي ايه يحصل؟ بنقلل التمبريتشر بتاعت الشخص ده. يبقى البروستاجلاندين الانتي ازاي بتشتغل كانتي بيوتيك؟ عن طريق انها بتقلل البروستاجلاندين في الهايبوثالامس، وبالتالي يحصل لي يحصل زي مثلا نظبط او تشتغل كثيرموستات. ما انا عارف ان الهايبوثالامس بتشتغل كثيرموستات، بتشتغل بقى في الهايبوثالامس مش عارف بتظبط فيها ايه. المهم يحصل لي فازو ديلاتيشن وسويتنينج، واحنا عارفين ازاي، تمام. كمان برضو بتقلل استجابه الهايبوثالامس للانترليوكين، وخصوصا انترليوكين واحد. برضو انترليوكين واحد ده كان المفروض بيعمل لي فيفر، يعني انا فاكر كده كان ايه اثناء الانفلاميشن او الانفكشن كان الانترليوكين واحد ده بيطلع، يروح يعمل ايه؟ يطلع على الهايبوثالامس يعمل لها ستيميوليشن، يقول لها اعمل لي فيفر. فانا لما اعمل انهبيشن للانترليوكين واحد ده وبالتالي ما يحصليش فيفر، يبقى انا كده استخدمتها كانتي بايريتك. يقول لك ان انت ايه، واحد ما عندوش فيفر، واحد درجه حرارته 37 زي الفل، وخدت انا اسبرين، تقول لي بقى ان الاسبرين ده يطلع على الهايبوثالامس يقلل فيها البروستاجلاندين ويخلي درجه حراره الشخص اللي هي 37 مثلا يخليها 35؟ اقول لك لا، ده ما بيحصلش. ليه؟ لان هو وظيفه الاسبرين ان هو يقلل لك درجه حراره الشخص ده لدرجه الحراره بتاعه الجسم بس، وما يقللهاش عن كده. فلو لقاها 37 ما يقللهاش، انما لو لقاها 38 39 لا يقللها، تمام. يبقى استخدم كانالجيزيك كانتي بايريتك، استخدم برضو كانتي انفلاماتوري عن طريق ان هو بيقلل البروستاجلاندين، وخصوصا بروستاجلاندين اي 2 واي 2 اللي بيعمل لي ايه بقى. وبالتالي اللي كانوا بيعملوا المفروض فازو دايلاتيشن زي ما قلت لك وكده، وايديما وزي الفل، ويعمل لك بقى اعراض الانفلاميشن بتاعتك. فانا لما اقللهم مش هيحصل لي فازو دايلاتيشن، مش هيحصل لي ايديما، وبالتالي لما مش هيحصل لي فازو دايلاتيشن وبالتالي مش هيحصل مايجريشن للانفلاماتوري سيلز، مش هيحصل مايجريشن زي مين يعني الليكوسايتس للسايتس اوف انفلاميشن. الكالكارين سيستم ده هو زيه زي القناين سيستم ده اللي انا ما قلتوش، ده عبارة عن سيستم اللي هي عبارة عن اللي هي يعني حاجات زي البراديكاينين والانترليوكين والليكوترينز وكده، دي بنسميها الكاينين سيستم او او الكالكارين سيستم، تمام. دي اللي هي السيستمز اللي بيبقى فيها الميديتور كده بنسميها الكالكارين سيستم. ميديتور زي ما قلت لك البراديكاينين وال ايه تاني يا ربي، والانترليوكين والليكوترينز وكده، معلش يعني ايه على اللخبطه اللي انا فيها. وبالتالي طبعا بقلل البرميابيليتي بتاعه البلود فيسل، وبحصل اقلل نفس الكلام اللي احنا بنقول، اقلل المايجريشن، بقلل المايجريشن اوف الانزيمز والليله دي كلها. يبقى تاني انالجيزيك انتي بايريتك انتي انفلاماتوري، ده اللي احنا محتاجينه. الحاجات بقى التانية اللي انا عمال اعوك فيها دي واقولها مش محتاجينها ان شاء الله، تمام. ده اول ثلاث حاجات. بعد كده نكمل ايه، ايه دورها على الريسبيريشن والاسيد بيس بالانس. تعال نشوف. قال لك ان دورها على الريسبيريشن الانترميديت دوز، الجرعه اللي هي 1 جرام دي ملهاش تاثير، يعني الشخص ايه ياخد قرص الاسبرين كده ما يعملوش اي حاجه. انما الاقي بقى ايه، ان اللارج دوز اللي هي فوق 5 جرام بتعمل لي ستيميوليشن للريسبيراتوري سنتر. يعني ايه بتعمل لي ستيميوليشن للريسبيراتوري سنتر؟ يعني بتدخل لي الشخص ده في تاكبنيه، يعني بيقعد فعمال يعمل ايه، عمال يخرج سي او 2، عمال ايه يخرج سي او 2، يعني عمال بيقلل السي او 2 جوه جسمه. وانا لما اقلل السي او 2 جوه جسمي يبقى انا كده بقلل
الاسيد ريزيرف جوه جسمي، يعني بقلل الاحتياطي الاسيد اللي موجود في جوه جسمي. فمين اللي يزيد؟ اللي يزيد عندي كده الالكالين ريزيرف، اللي هو يعني الاحتياطي القاعدي اللي جوه جسمي يزيد، يعني الماده القاعديه اللي جوه جسمي هي اللي تزيد، فيحصل لي ريسبيراتوري الكالوزس، الاسيد اللي عندي قل، وبالتالي بقى يحصل ايه، حاجه كومبنسيشن كده، اللي يزيد عندي هو الالكالوزس، تمام؟ يعني يحصل لي ريسبيراتوري الكالوزس، ليه؟ عمال اطلع سي او 2، وبالتالي السي او 2 اللي جوه جسمي قل، فيحصل لي ريسبيراتوري الكالوزس. طب الكدني تسكت؟ لا ما تسكتش، انت عندك دلوقتي ايه، اتش سي او 3 كتير في جوه جسمك، فايه اللي يحصل؟ الكدني تروح تعمل، تقعد تنزل اتش سي او 3 كتير، تقعد تنزل في الاتش سي او 3 ده في اليورين. تاني الكدني تعمل ايه؟ انت دلوقتي حصل لك عشان الحته دي مهمه جدا، حصل لك ريسبيراتوري الكالوزس، ليه؟ عمال يحصل لي هايبر فنتيليشن تاكبني، وبالتالي يحصل لي الكالوزس، ريسبيراتوري الكالوزس. طب الكدني تسكت؟ لا، قالت لك لا احنا مش هنسكت، ده من رحمه ربنا طبعا، انا دلوقتي عندي اتش سي او 3 كتير في الجسم، فالكدني تعمل ايه؟ تروح تقلل لك الاتش سي او 3 ده، تقعد تقلل لك في الاتش سي او 3 ده، فلما تقلل لك بقى في الاتش سي او 3 ده، تخش انت في ميتابوليك اسيدوزس. ميتابوليك ليه؟ ليه حصلت على ميتابوليك اسيدوزس؟ لان قللت قللت الاتش سي او 3 اللي موجود جوه جسمي، تمام؟ يبقى لما قللت ال اتش سي او 3 دخلت في ميتابوليك اسيدوزس، ولما قللت ال اتش السي او 2 دخلت في ريسبيراتوري الكالوزس. الحته دي مهمه وبتلخبط اهو، قال لك اهو ان احنا بنخش في ميتابوليك اسيدوزس. طب ليه بقى بنخش في ميتابوليك اسيدوزس؟ عشان كذا حاجه. اولا ريدكشن اوف الالكالين ريزيرف اهوت في الان اتش 3، الان اتش سي او 3 اللي احنا عاملين نتكلم عليه اهوت، بسبب اللص الكتير اللي عمال يحصل منه، فدخلت في ميتابوليك اسيدوز لسه قايلينها. كمان حاجه ان انت عندك الاسبرين اللي هو الساليسيليك اسيد ده اصلا ماده حامضيه، فتدخلك في ميتابوليك اسيدوزس. تالت سبب ان الاسبرين ده بيعمل ايه، بيلخبط لك الكربوهيدرات ميتابوليزم، يعني بيزود لك تكسير الكربوهيدرات، وانا عارف ان تكسير الكربوهيدرات الجلايكوليسيس بيديني في الاخر بايروفيك اسيد. ايه اسيد؟ يعني برضو ايه نفس المحصله، زودت الاسيديتي في الدم، فدخلت في ميتابوليك اسيدوزس. تاني انا عندي تلات حاجات تدخلني في ميتابوليك اسيدوزس. اول حاجه ان الاسبرين ده عباره عن ايه، ماده اسيدك، وبالتالي دخلتني في ميتابوليك اسيدوزس. تاني حاجه ان انا عمال ايه، ان انا عندي السي او 2 او السلسليك اسيد ده كتير، وبالتالي عمال ينزل ينزل في اليورين، او مش ينزل في اليورين، انا هقول لك ازاي، انا عندي سلسليك اسيد كتير، اسيد كتير اهوت، فالكدني تعمل ايه او الجسم يعمل ايه، ينزل قصاده ان اتش سي او 3، يعادل قصاده ال ان اتش ان اي اتش سي او 3. يبقى انا دلوقتي ال ان اتش سي او 3 اللي معايا اللي عمال يعادل لي الاسيد اللي معايا اللي في جسمي، خلص، ده خلص، ما عادش موجود خلاص، وبالتالي ده عمال يزيد، ده عمال يزيد لان ده ايه، خلص خلاص، فده عمال يزيد، فادخل في ميتابوليك اسيدوز. تالت حاجه ان الكربوهيدرات عندي بيزيد الجلايكوليز بتاعها، فاديني بايروفيك اسيد برضه عباره عن اسيد، دخلني في ميتابوليك اسيدوز. يتمنى الحته دي تكون يعني اتفهمت باذن الله يعني. وبرضه احنا مش محتاجين غير ريسبيراتوري الكالوزس وميتابوليك اسيدوز. قال لك بقى ان التوكسيك دوز لا بتعمل لي ديبريشن على طول في الريسبيراتوري سنتر، ولما يحصل ديبريشن الريسبيراتوري سنتر يبقى السي او 2 يزداد ايه، السي او 2 يزداد جوه الجسم، وبالتالي الشخص ده يخش في ريسبيراتوري اسيدوزس، تمام؟ وطبعا كوما ثم يتكل على الله. في حاجه بقى بيقول لك ان السلسليك اسيد بتعمل لي برونكيال ازمه، دي مهمه جدا جدا جدا. تعال نشوف الرسمه بتاعتنا اهو، قلنا في اول الكلام معانا ان ايه، ان عندنا مركب اسمه لوكس، انزيم اسمه لوكس او صح. قبل ما نقول اللوكس ده، كان عندنا الاسبرين كان بيشتغل فين؟ كان بيشتغل على الكوكس ده، كان بيعمل له انهبيشن صح، كان بيعمل انهبيشن للكوكس ده. لما اعمل بقى انهبيشن للكوكس ده، يبقى الاراكنويد اسيد ده مش هيتحول لاي، ولا بروستاجلاندين، ولا البروستاجلاندين ده، ولا البروستاجلاندين ده، ولا يتحول لثرومبوكسان ولا اي حاجه صح. وبالتالي كل اتجاهه او كل تحويله لمين؟ للليكوتراينز ده. تاني الاراكنويد كان بيتحول للايه، للبروستاجلاندين والثرومبوكسان وكده عن طريق الكوكس،
فانا لما اقفل الكوكس يبقى الاركنويد مش هيتحول لاي نوع من البروستاجلاندين، امال هيتحول لمين؟ هيتحول من الاركنويد للوكوتراينز. يعني انا من الاخر ايه، الاركنويد كان بيتحول اهوت عشان الطريق مفتوح، فانا قفلت له الطريق خلاص هيشوف طريق تاني اللي هو بتاع الايه اللوكس ده، تمام. ولما يتحول بقى الاركنويد اسيد ده يتحول للوكوتراينز يكون لي مين؟ ليكوتراين بي 4 اللي بيعمل لي ازمه. عشان كده ايه، الناس اللي هي عندها برونكيال ازمه ما ننصحهاش ان هي مثلا قبل ما تنام تروح تاخد اسبرين. اقول لها ليه؟ اقول لها ان انت اصلا لما تيجي تنام وكده كل السنترز بتاعتك بيحصل فيها ايه انهبيشن، شويه بتهدى ريسبيراتوري سنتر مش عارف ايه، فانت النفس بتاعك اصلا بيكون قليل، فتروح تاخد لي كمان اسبرين اللي هو بينديوس الازمه، يعني بيعمل لك كونستريكشن للبرونكاي بتاعتك، فحضرتك تتخنق وتتكل على الله. فهمت ليه الاسبرين ممكن يدخلني في برونكيال الازمه او يزود البرونكيال الازمه؟ تمام. نكمل بقى تاثيره بقى على الجي اي تي، تاثيره على السي في اس بلاد، الحاجات دي كلها باذن الله هنقولها على طول وسهل. اولا الجي اي تي قلت لك بيعمل لي اريتيشن في الجي اي تي وبيدخلني في بيبتيك السر. فين اهو بيدخلني في بيبتيك السر عن طريق ان هو بيقلل الميوكوس سيكريشن، اعتقد مش محتاجين نقولها تاني، قلناها في اول المحاضره، عن طريق ان هو بيقلل تصنيع البروستاجلاندين، صح، طريق ان الاسبرين بيقلل تصنيع البروستاجلاند اللي كان ليها دور في ان تعمل لي ايه سايتو بروتكشن اوف الاستومك، يعني كانت بتبطن الاستومك، وبالتالي لما البروستاجلاندين اللي بيبطن الاستومك ده ما يبقاش موجود ما يتصنعش، اللي يحصل لي اريتيشن للاستومك دهيت، يحصل لي الشخص يخش مني في نوزيا وفومتنج ودايريا، الشخص مني يخش في ايه بيبتيك السر. عشان كده الناس اللي عندها بيبتيك السر ما ينفعش اديهم اسبرين، امال اديهم ايه بالمره؟ اديهم ايه اسمه ايه باراسيتامول، اديهم باراسيتامول. يعني ما اجي في اخر المحاضره كده اقول لك مين الناس اللي تاخد باراسيتامول، او تقول لي الناس اللي عندها بيبتيك السر، انما مين الناس اللي ما ينفعش تاخد، الناس اللي عندها بيبتيك السر ما ينفعش تاخد ايه؟ تقول لي ما ينفعش تاخد نون استرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، ما ينفعش تاخد الزفت ده اسمه ايه، ما ينفعش تاخد اللي هو الاسبرين. يعني دكاتره العظام طبعا بيغلبوا في حاجه زي دي، يعني او مش بيغلبوا، هم يعني فاهمين هم بيعملوا اكيد طبعا. انا عارف ان ايه دكاتره العظام ايه، اي حد يروح له يلا يقعد يكتب له على مسكنات 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 مسكنات، تمام. ف طب دلوقتي الراجل ده او الست دي عندها بيبتيك ألسر هيعمل ايه بقى؟ ها بيديها حاجه مثلا زي البراستامول، او مثلا يديها مثلا بروستاجلاندين مع الدواء الانالجيزك ده علشان يقلل او يخف من حده الايه البيبتيك ألسر، تمام جدا. يبقى الجي اي تي نحفظ اهم حاجه اريتيشن وجاست وبيبتيك السر. طب على الكارديو فاسكولار الانترميديت دوز ما بتعمليش حاجه، اما التوكسيك دوز بتعمل لي انهبيشن للفازوموتور سنتر. زي ما انا عارف برضو التوكسيك دوز فوق على الريسبيراتوري سنتر كانت بتعمل ايه برضو انهبيشن للفازوموتور سنتر، هنا برضو ايه على قصدي الريسبيراتوري سنتر كانت بتعمل انهبيشن، طب الفازوموتور سنتر برضو هتعمل لي انهبيشن، عادي سيبك منها. تعالى بقى نشوف البلد، انا عارف برضو ان الكوكس ده كان بيكون لي ماده اسمها ثرومبوكسان اي 2، ثرومبوكسان اي 2 دي المسؤوله عن البليتليت اجريجيشن، يعني المسؤوله ان حضرتك لما تتعور الدم بتاعك يتجلط وتخف من ايه النزيف ده يقل. طب انا لما اقفل الكوكس ده يبقى الثرومبوكسان مش هيتكون، وبالتالي مش هيحصل بليتليت اجريجيشن، وبالتالي حضرتك يحصل لك بليدنج، تمام. اهو نعيد الكلام تاني بصوره منظمه، قال لك ان السمول دوز بتعمل انهبيشن للثرومبوكسان وبالتالي مش هيحصل بليتلت اجريجيشن، بالتالي يحصل بليدنج. اما اللارج دوز دخلني في حاجه بقى اسمها ايه، هايبو برو ثرومبينيميا، نقسمها هايبو برو ثرومبينيميا، هايبو يعني قليل، برو ثرومبينيميا يعني البرو ثرومبين ده واحد من الكلوتنج فاكتور يقل، يبقى البرو ثرومبين يقل ليه؟ قال لك ان الاسبرين ده بيقلل تصنيع فيتامين كي، بيقلل تصنيع فيتامين كي، وانا عارف ان فيتامين كي فيتامين او مش بيقلل تصنيع فيتامين كي، بيقلل تصنيع الكلوتينج فاكتور اللي هي 1972. من 1972 دولت عباره عن كلوتينج فاكتور كانوا بيحتاجوا فيتامين كي في الاكتيفيشن بتاعهم، عشان اللي حصل لهم اكتيفيشن محتاجين فيتامين كي، فالاسبرين بيعمل لهم ايه؟ بيعمل لهم انهبيشن، بيقلل التصنيع بتاعهم، بيقلل التصنيع بتاعهم، فادخل في ايه؟ في هايبو بروثرومبينيميا، وبالتالي اخش في ايه؟ في بليدنج، في بليدنج.
الناس اللي عندها اللي بتاخد اسبرين لفترات كبيره وكده ممكن يبقى عندها تندنس للبليدنج اسرع، تمام؟ يبقى تاثيره على البلد. تاني السمول دوز قلنا بتعمل انهبيشن للثرومبوكسين، وبالتالي ايه اخش بيقلل في البليت اجريجيشن، وبالتالي اخش برضه في بليدنج. اما اللارج دوز بتعمل لي هايبو برو ثرومبينيميا، تمام. طب سيروا بقى على الكدني، قال لك ان الايه انترميديت دوز، تعال نشوف الانترميديت دوز واللارج دوز. قال لك ان الانترميديت دوز دهيت بتقلل اليوريك اسيد في الايه سكريشن. يعني ايه برضو؟ بص انا عارف ان اليوريك اسيد بيحصل له اكسكريشن من البروكسيمال كونفوليتد تيوبيول، ده البروكسيمال كونفوليتد تيوبيول، وده اليوريك اسيد بتاعنا بيحصل له اكسكريشن من هنا كده زي الفل. قال لك بقى ان الاسبرين الرخم دوت، ده الاسبرين اهوت بيجي يعمل ايه؟ بيجي يتنافس مع اليوريك اسيد، وبرده الاسبرين بيحصل له اكسكريشن من هنا، فيجي يتنافس مع اليوريك اسيد، يقول للبوابات او التشانل اللي بتنزل اليوريك اسيد يقول لها لا ما تنزليش يوريك اسيد، ما تنزليش يوريك اسيد، انا اللي هنزل واحبسي لي اليوريك اسيد في الدم. شوف الاسبرين بيعمل ايه، بينزل هو ويحبس اليوريك اسيد في الدم، وبالتالي الانترميديت دوز من الاسبرين تدخلني في ايه؟ تدخلني في هايبر يوريسيميا. وبالتالي الناس اللي بتتعالج من الجوت، يعني ايه الناس اللي بتتعالج من الجوت؟ انا عارف الناس اللي عندها جوت عندها عندها يوريك اسيد كتير في الدم فعاوزه تتخلص منه، فهو دلوقتي زود الايه المشكله، تمام؟ يبقى الانترميديت دوز زودت لي المشكله بتاعت الجوت. اما لقوا بقى ان اللارج دوز لا بتزود ايه، بتزود خروج اليوريك اسيد، يبقى اللارج دوز من الاسبرين بتزود لي خروج اليوريك اسيد، وبالتالي بتستخدمها في علاج الجوت. تاني يبقى انا بستخدم ايه في علاج الجوت، جرعه صغيره ولا جرعه كبيره؟ لا الجرعه الكبيره هي اللي بتستخدم في علاج الجوت، تمام؟ ليه؟ لانها بتزود اليوريك اسيد اكسكريشن او بتقلل الري ابزوربشن. يعني كمان برضو انها بتدخلني في الاسبرين، يعني بيدخلني في ايه، في نفروباثي. برضو الاسبرين ده بيحصل له اكسكريشن منين؟ من الكدني، وبالتالي استخدامه على المدى الطويل هيأثر على الكدني فيعمل لي نفروباثي فيها، تمام؟ كلام لحد دلوقتي باذن الله بسيط، والله ما مش محتاج مذاكره، مفيش كلمه لحد دلوقتي محتاجه مذاكره. طب تاثيره على اليوترس، قال لك بقى ان البروستاجلاندين ده، ماده البروستاجلاندينات كانت بتعمل ايه في اليوترس، كانت بتعمل ايه في اليوترس دوت؟ كانت بتزود الايه الكونتراكشن بتاع اليوترس اثناء اخر فترات الحمل وكده، كانت بتعمل لي كونتراكشن لليوترس، وبالتالي الطفل ايه يحصل له ليبر بقى وينزل وكده. طب انا لما اقفل البروستاجلاندين، لا ايه اللي هيحصل؟ مش هيحصل كونتراكشن لليوترس، وبالتالي يحصل ديلي للليبر والطفل يستنى. كمان برضو بتعمل لي حاجه اسمها كلوجر اوف البي دي اي. ايه بقى البي دي اي ده؟ هي تعال نشوفها مع بعض مالها بقى البي دي، استنى اشوفها. البي دي اي عباره عن البيتنت داكتس ارتريوزس. يبقى البي دي اي ده تختصر لكلمه اسمها بيتنت داكتس ارتريوزس، يعني ايه؟ تعال نرسم. بص انا عندي مثلا ادا الهارت، فين الهارت؟ تصدق انا نسيت الهارت بيترسل. وده لو فرضنا مثلا الاورطه، وده مثلا البالموناري، في وصله ما بينهم كده، وصله طبعا ده عيب خلقي بتتكون اسمها داكتس ارتريوزس. يبقى تاني الداكتس ارتريوزس دي عباره عن ايه؟ وصله كده ما بين ال بتتكون ما بين الاورطه والبلمونري، اسمها داكتس ارتريوزس، بيتنت داكتس ارتريوزس، ده عيب خلقي في الاطفال بيتولدوا بيه. ايه اللي بيحصل؟ قال لك ان ماده البروستاجلاندين، شوف كله على فكره كل كلمه هنقول فيها بروستاجلاند هي المسؤوله ان البتاعه دي تتنها مفتوحه، تتنها مفتوحه هي المسؤوله، ان البروستاجلاند المسؤوله ان الوسطه دي تتنها مفتوحه، تمام؟ طب انا عاوز اقفلها، اعمل ايه؟ ادي حاجه تلغي لي البروستاجلاندين، تقلل تصنيع البروستاجلاندين، وبالتالي تقفل، وبالتالي الوصله دي ايه؟ تقفل، تمام؟ يبقى البيتنت اسمها بيتنت داكتس ارتريوزس، تمام جدا. نكمل. يبقى هو اليوترس خلاص خلصناه، الكدن الحمد لله خلص، السيرابيتيك يوز كلام بقى ايه؟ اي حاجه. قال لك ان السمول دوز او اللي بنسميها الانفانتايل دوز اللي هي حوالي 75 يعني ميلي جرام، الدواء اسمه اعتقد موجود في الصيدليه اسمه ازيز ايه ازوسيب، والله مش فاكر اسمه ايه، بس يعني اسمه اديزوسيب. ده عباره عن ايه يعني؟ من الاخر عباره عن اسبرين اطفال في الصيدليه كده، اسمه اسبرين اطفال، عباره عن ايه؟ بيكون 75 ميلي جرام، انما بتاع الادلت اللي هم كبار زينا كده بيكون 500،
تمام يعني. بنستخدمها بايه بقى؟ الجرعه اللي هي الصغيره بتاعت الاطفال دهيت بنستخدمها كبروفلاكسس. كبروفلاكسس بروفلاكسس في ايه؟ الناس اللي هي الكبيره فوق ال 45 سنه بيبقوا اكثر عرضه للجلطات. عشان كده الراجل الكبير تلاقيه ماشي دايما بورس مثلا اسبرين او بورس اسمه ايه مش عارف بتاع الاخضر ده اسمه ايه، يا نهار ابيض اسمه ايه، مش عارف اسمه كتوفان ولا والله ما اعرف اسمه ايه، بيبقى ماشي دايما بيه في جيبه كده قرص كده اخضر اسبرين، المهم اسبرين يعني وخلاص. بيبقى ماشي دايما بيه في جيبه علشان الجلطات دي، تمام. يقعد يبلبع كده كل يوم مثلا 3 4، ليه؟ علشان الناس دي بتبقى اكثر عرضة للجلطات، فبتاخدوا الاسبرين ده علشان يزود الايه البليدنج او يزود السيولة بتاعت الدم يعني. اهو بيقول لك ترانزيانت اسكيميك اتاكس، ما هو كلمة ترانزيانت اسكيميك اتاك يعني مثلا ايه، يعني كلمة أكثر عرضة للجلطات، يعني ممكن إيه الكورونري أرتري يقفل، ده اسكيميا. مش عارف إيه برضو يحصل جلطة، ده برضو اسمها اسكيميا. في حالات الستيب أنستيبل أنجينا والمايكاردال إنفاركشن، برضو في حالات بنستخدمها كبروفلاكسس في الألزهايمر. قال لك إن الناس اللي عندها ألزهايمر أو الأسبرين ده بيزود لي الكوجنيتيف فانكشن أو قوة الإدراك عند الناس الكبيرة ديت، أو بيحسن قوة الإدراك برضو، وبالتالي بيقلل فرصة الألزهايمر. كمان برضو قال لي الانزيم اللي اسمه كوكس ده ليه دور برضو ان ايه في الالزهايمر، وبالتالي لما اقفل الكوكس ده فبقلل الالزهايمر. كمان برضو قال له لو ان الايه ليه دور في الكولو، بيقلل الكولو ريكتال كانسر عن طريق برضو الكوكس 2. الكوكس 2 بيزود فرصة الكولو ريكتال كانسر، فانا لما اقفل الكوكس 2 بقلل فرصة الكولو ريكتال كانسر. يبقى تاني في حالات الاسكيميك، في حالات الاسكيميا، في حالات الالزهايمر الكولو ريكتال كانسر، الزهايمر كوليكتر كانسر، الاسكيميا. طب الانترميديات دوز احنا لسه قايلين ورا، كانتي بايريتك وانالجيزكس. انالجيزك مسكنات بقى في الاي بين، اي بين عاوز تحفظها بقى احفظها اي بين. طب الهاي دوز قلت لك في حالات الانفلام انتي انفلاماتوري، وبرضو اي حاجه في انتي انفلاماتوري يعني روماتيك فيفر، روماتويد ارثرايتس، اي احفظها انت بقى. ليه بقى حاجه اسمها لوكال دوز؟ لوكال بقى دوز اللي هو زي المراهم والكلام ده كله، ازاي يعني؟ قال لك ان هو بيستخدم في حاجه اسمها كيراتوليتيك. كيراتوليتيك يعني ايه؟ ده مثلا لو فرضنا ايد شخص اهيت بيبقى طالع زي بتاع بيضه كده لونها ابيض بسبب ان الكيراتين كتير، تجمع الكيراتين مثلا كتير كتير كده كده عمل لي ايه زي عين سمكه كده او حاجه كبيره كده بنسميها وورتس. يعني لو كتبت وورتس بس كده دلوقتي هتلاقي بتاع بيضه كده طالعه في ايد شخص كده، دي بنسميها وورتس. فبضيف عليها الاسبرين ده والنون سترويدال بيشيلها لي، تمام. يبقى بيستخدم ككيراتوليتيك، كيراتو يعني كيراتين، ليتيك يعني بيدوب، كيراتوليتيك. كان برضو بيستخدم في الانتي كانتي فانجل وانتي سيبتيك، انتي فانجل انتي سيبتيك وكيراتوليتيك، انتي فانجل انتي سيبتيك وكيراتوليتيك. ده مين ده؟ السلسليك اسيد. في بقى في حاجه اسمها الميسايل سلسليت، يعني ضفنا ميسايل جروب على السلسليك اسيد دهوت، لقينا ان هو بيستخدم في علاج ايه؟ كاونتر ايريدنت فور بينفول ماسل اور جوينت. يعني ايه؟ بصوا شباب، يعني واحد مثلا يلاقي نفسه ايه حاسس بشويه تعب في العضلات او مش عارفه ايه، بيروح يجيب البتاع ده من نفسه كده. يعني من الاخر الميثايل السلسليت ده مش مستاهل روشته تتكتب، يعني اقولها لك ازاي، مش بتاع يعني مش وصف الطبيب، يعني مش وصف، مش دكتور مثلا اللي يروح يكتبه. يعني مثلا انت تروح له، بتروح صيدليه تقول له انا عاوز اللي هو الميثايل السلسليت ده، حاجه كده مش دكتور اللي بيوصفها يعني يا شباب، انا مش عارف والله اوصفها لك. بس كلمه كاونتر ايريتانت ده يعني مثلا حصل ايه، انا حاسس مثلا بشويه همدان او حاسس بشويه تعب في العضلات، يلا روح هات اللي هو المسيل السلسليت ده. هو مش محتاج وصف الطبيب من الاخر. يبقى بيستخدم فين؟ في كاونتر ايريتانت فور بينفول ماسل اور جوينت، كاونتر ايريتانت، تمام. يبقى بيخفف خلاص. يعني كاونتر ايريتانت ده يعني ايه؟ يعني ريليف، ريليف او انالجيزك. كلمة كاونتر ايريتانت او ريليف او انالجيزك في حالات البين بين فول ماسل اور جوينت. يبقى تاني المثال سلسلة بصمجة ازاي يا عم؟ بين انالجيزك في البين فول ماسل اور جوينت، تمام جدا. السايد افكت بقى، كل السايد افكت دي قلناها قبل كده، فاللي محتاج ان احنا نقوله ونعيده تاني هنعيده، مش محتاج هنعديه على طول. اولا السايد افكت في حاجات ايه كامون كده للنون سترويدال كلها على بعضها، في حاجات خاصة بالاسبرين. طب ايه هي الكامون سايد افكت؟ اول حاجه قلت لك هي الجي اي تي. فين دور لي على كلمه بيبتيك السر على طول اهو، كرونيك او كيوت بيبتيك السر. قلت لك في نوزيا او فيمتنج ودايري،
طبعا ده ايه، ده الموست كومن سايد افكت اهو، ده الموست موست كومن سايد افكت. تمام. طب تأثيره على الكدني، قلت لك بيعمل لي حاجة اسمها نيفروباثي، بيقول لك ان هو نيفروتوكسيستي بسبب الاستخدام الطويل وكده، اهو بيعمل لي حاجة اسمها انالجيزيك نيفروباثي. تمام. ازاي اهو، بيقول لك الريفرسبل كرونيك نيفرايتس ديو تو برولونج ديوز اوف هاي دوز اوف النون ستيرويدال. يبقى النون ستيرويدال استخدامها على طول ده بيدخلني في حاجة اسمها انالجيزيك نيفروباثي. ليه؟ لان انا عمال اقول لك الاكسكريشن بتاعها بيحصل منين، بيحصل من الكدني كمان، اصلا لها تأثير مباشر على الكدني. ازاي هقول لك دلوقتي، في حالات كده مثلا الرينال انسفيشنسي، يعني ايه حالات طبيعيه، انسى بقى انسى بقى الاسبرين وتعالى معايا كده. مثلا الجسم ممكن يخش في حاله من الرينال انسفيشنسي او حالات مثلا الهايبوفوليميا، يعني الشخص نسبه الدم اللي في جسمه قليله، حصل مثلا اي مشكله يعني، فايه اللي بيحصل، الكدني تعمل ايه، الكدني المفروض بتطلع الرينين، هرمون الرينين ده اللي يروح يزود لي الانجيوتنسين 2، وبعدين الانجيوتنسين 2 بيروح يعمل فازو كونستريكشن للافرنت تاني. بصوا احنا اللي عندنا ايه، عندنا مثلا اهوت ادا افرنت داخل، وادا الجلومرولاي هيت، وادا افرنت خارج. تمام. وده المفروض الايه، الدم اللي بيحصل له فلتريشن يجي هنا كده. تمام. هتبقى دي هنا بقى ايه اللي بيحصل، المفروض ان انا هعمل ايه، الكدني دلوقتي لقيت ان كمية الدم اللي بيحصل لها فلتريشن قليلة، كمية الجي اف ار الجلوملر فلتريشن ريت قليل، يبقى في كده في مشكلة، في مثلا رينال انسفيشنسي او في مثلا هايبوفوليميا. فتعمل ايه بقى الكدني، تطلع لك الرينين ده، الرينين يروح يعمل ايه، يطلع لك الانجيوتنسين 2. الانجيوتنسين 2 يعمل ايه، قال لك يروح يعمل فازو كونستريكشن للافرنت ده، فازو كونستريكشن يضيق لك الافرنت، وبالتالي الدم يجي يخرج من هنا، يجي يخرج عشان يخرج بقى يرجع اهو ده الافرنت اوت، يلاقي ايه الطريق مقفول او الطريق قليل مسدود. ايه اللي يحصل، يبقى انا كده بزود الضغط في الافرنت وبزود كمية الدم اللي بيحصل لها فلتريشن تاني. يبقى انا عملت ايه، لما قفلت الافرنت يبقى كمية الدم اللي بيحصل لها فلتريشن ايه اللي هيحصل لها كده، ايه تزيد صح، يبقى كمية الدم اللي هيحصل لها فلتريشن تزيد، ولما كمية الدم اللي هيحصل لها فلتريشن تزيد يبقى انا كده انا عالجت الرينال انسفيشنس اللي عندي، والكدني كان بيجي لها دم قليل بقى يجي لها دم كتير اهوت، وبقى الجي اف ار زاد اهو. تمام. ده اللي بيحصل، ده اللي ايه، ده اللي بيحصل، ده الطبيعي اللي بيحصل. امال ايه بقى، قال لك ان النون سترويدال تيجي تعمل ايه بقى، تيجي تبوظ المشكلة دي ازاي، تيجي اولا تعمل لي المفروض ايه، تيجي تقفل لي الافرنت، تيجي تعمل ايه، تعمل تقفل الافرنت دوت. تمام. تيجي ايه، تقفل الافرنت، وبتقفل الافرنت يعني المفروض اصلا الافرنت كان فيه فازو دايليتيشن بسبب البروستاجلاند اللي موجود عندي في الجسم، فانا لغيت الفازو دايليتيشن ده، وبالتالي الافرنت يتقفل هو كمان. فهمت اللي حصل، الافرنت يتقفل وبالتالي كمية يبقى الدم هيعرف يعدي ويحصل له فلتريشن؟ لا. وبالتالي رينال انسفيشنسي يزيد اكتر، وبالتالي لو واحد عنده مثلا اكيوت رينال فيلير يزيد اكتر، وبالتالي ايه الدم ما يحصلوش فلتريشن، وبالتالي يحصل له صوديوم اند ووتر ريتينشن في ايه كتير. مش عارف بقى اعيد الحته دي تاني ولا لا، بس ان شاء الله هتكون واضحه. تاني معلش نقولها تاني بسرعه، المفروض يا شباب اهوت اهو انا عندي ايه، المفروض اللي بيحصل ان الدم اهوت بيحصل له فلتريشن عادي جدا هنا كده. طب انا دلوقتي خدت نون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز، ايه اللي هتعمل لي ايه، هتروح تعمل لي كونستريكشن في الافرنت دوت، تقفله لي، وبالتالي الدم اللي جاي مش هيحصل له فلتريشن. وبالتالي مثلا لو واحد اصلا عنده الدنيا دي بايظه، يعني بيتنشأ على شويه دم يحصل لهم فلتريشن، انا بوظت له قفلت له الدنيا اصلا، قفلت له خالص، يبقى انا كده بزود المشكله، زودت الاكيوت رينال فيلير. طب الدم مش هيحصل له فلتريشن، وبالتالي يحصل لي صوديوم اند ووتر ريتينشن. تمام. تمام اهو بيعيد نفس الكلام تاني اهوت برضو اقراها كمان. برضو ماده السلسليك اسيد دهيت ماده اريتانت، بتعمل لي هايبر سنسيفيتي وسكير راش، وبرضو بتدخلني في ازمه، قلت لك ايه بتدخلني في ازمه، بتزود البليدنج تندنسي بسبب الايه الحاجتين اللي قلناهم، كمان بيعمل ديسبليسمنت للورفارين قلناها برضو. طب في سبيشال سايد افكت للاسبرين، عمال يعيد اهوت البليدنج تندنسي
وبرضو عمال يكرر اهوت انتي بليتلت، بيقلل بليتلت اجريجيشن، كمان بيعمل مادة لو لارج دوز بيعمل لي هايبو برومو هايبو برو سروم بينيميا، تمام برضو بيكرر. بيعمل لي هايبر يوريسيميا مع الانترميديت دوز، اما اللارج دوز ما بتعمليش هايبر يوريسيميا. حاجة اسمها بقى ريز سيندروم. ايه ريز سيندروم؟ ريز سيندروم يعني اهو، تعالى اوري لك الصورة بسرعة. ادي الريز سيندروم يا شباب، الطفل بيكون عنده ايه، ادي اهو الطفل بيكون عنده فيرال انفكشن، تمام. الفيرال انفكشن ديت مع الاسبرين، هو فيرال هي حاجة كده مش غريبة، مش عارف بتحصل ازاي، بس الطفل بيكون عنده فيرال انفكشن وبياخد معاها اسبرين، بيحصل شوية حاجات كده، دي بنسميها ريز سيندروم. يعني ايه؟ الطفل بيكون عنده فيرال انفكشن وبياخد اسبرين، يحصل له شوية اعراض هنقول عليه، يحصل له انكفالوباثي، يحصل له انكفالوباثي، يحصل له فيفر، ويحصل له ايه، هيباتو توكسيستي او هيباتو ميجالي زي اللي عند الطفل ده. يبقى اللي عند، يبقى ريس سندروم عباره عن ايه، اللي بيعملها للاسبرين، ان الطفل بياخد عنده فيرال انفكشن وبياخد معاها اسبرين، بيحصل له انكفالوباثي، بيحصل له هيباتو ميجالي او هيباتو توكسيستي مع فيفر، تمام. ده الايه، ريس سندروم اللي بتحصل عندنا اسمها ايه. شويه كده نكمل يلا. طب دلوقتي بقى ايه، عايزين نتكلم على التوكسيستي بتاعه الاسبرين. واحد بقى خد جرعه كبيره من الاسبرين، هنقسمها لكرونيك توكسيستي و اكيوت توكسيستي. كرونيك يعني واحد بياخد جرعه قليله بس على فترات طويله، يعني مثلا كل يوم قرصين بس بقاله سنتين مثلا بياخد ايه الاسبرين ده، بنسميها ساليسيزم. ساليسيزم تمام. بنلاقي عنده شويه حاجات كده بقى، اولا تينايتس، او زي ما تنطقها تينايتس اللي هو طنين، يعني اسمع صوت كده في ودانه، يعني تحس ايه صوت ازيز كده او طنين، يبقى تينايتس بيسمع طنين، طنين كده تحس ان ايه صوت كده عمال حد يوشوشه يعني في ايه في ودان. بيحس باللار ديفيجن، يبقى تينايتس، بلار ديفيجن، ديزنس، فوميتنج. يبقى تاني نجيب من فوق، طنين، تينايتس، ديزنس، بلار ديفيجن، فوميتنج، كفايه عليه كده. طب الاكيوت توكسيستي بقى، يعني واحد خد جرعه مثلا 30 قرص مره واحده، خد 15 جرام كده مره واحده. على فكره التوكسيستي من الاسبرين 15 جرام، فاللي عاوز بقى يلا ال 15 جرام، 15 جرام يعني علبه اسبرين، فانت زي شاطر كده عاوز تنتحر، روح هات لك علبه اسبرين دلوقتي يلا. المهم الاكيوت توكسيستي بتعمل لي ايه؟ هنتكلم تاثير على الجي اي تي، السر، بليدنج، فوميتنج، حاجات كلها عاديه. يعني مثلا ايه، واحد على معده فاضيه كده بلع له 30 قرص اسبرين، ما شاء الله خلاص يخش لي بقى في نوزيا وفومتنج ودايريه، مع اكيوت السر، وممكن ايه هيماتيمسيس بقى وبليدنج، واتكل على الله برضه مش محتاجينها في حاجه، مفيش اي 30 لازم. طب تاثيرها على السي ان اس، يقول لك ان هي في الاول الجرعه العاليه من الاسبرين ده هي تدخل الشخص في شويه كونفالجن مع هايبر ريفليج، يعني تلاقيه عمال يتكلم يهلوس مع نفسه كده اهوت، يعمل كونفالج، يعمل حركات غريبه، الكلام ده كله ده ايه، ده في الاول. يبقى الاول بتعمل لي سي ان اس ستيميوليشن مثلا لمده دقيقتين ولا حاجه، تلاقي الشخص ده عنده هايبر ريفلكسي، عمال يعمل حركات غريبه، يتكلم مع نفسه، حاجات غريبه كده. وبعد كده تعمل لي سي ان اس ايه انهبيشن او سي ان اس ديبريشن، فتدخله بقى في كوما واسفكسي، تمام. اسفكسي بقى اللي هو مش فاكر بقى اسفكسي، يرجع بقى للفسيولوجي، تمام. يبقى سي ان اس بيعمل لي سي ان ستيميوليشن الاول، هالوسينيشن مع اريتابيليتي مع ريستلنس، وبعد كده تدخلني في انهبيشن، تمام. تدخلني في حاجه اسمها غريبه هايبر بايركس. ايه ده ازاي بقى؟ ازاي كلمه هايبر بايركس؟ يعني طبعا يعني تزود درجه الحراره، يعني بتدخلني في فيفر. الناس هتقول لي طب ما الاسبرين انا بستخدمه كانتي بايرتك، يبقى ازاي يستخدم يستخدم في الهايبر، يعمل لي هايبر بايركس، يعني ازاي يرفع لي درجه الحراره؟ قال لك ان الجرعه العاليه من الاسبرين بتزود لي حاجه اسمها الانكابلنج اوف الاكسيديشن فوسفوريليشن، يعني بالاخر بتزود لي معدل الحرق، اكتب جنبها كده، بتزود معدل الحرق وخلاص، وبالتالي درجه حراره الشخص بتزيد، تمام. يبقى الانكابلنج اوف الاكسيديشن فوسفوريليشن، دورت عليه لقيت إيه، بتزود معدلات الحرق، وبالتالي الشخص ايه اللي هو كريبس بقى والحاجات دي، وبالتالي الشخص بيخش في ايه، في هايبر بايركسيا، تمام. يبقى برضو الحته دي مهم، هايبر بايركسيا، هايبر يبقى الاكيوت توكسيستي دخلني في هايبر بايركسيا. ريسبيراتوري اركالوزس قلناها في الاول فمش هنعيدها، مع ميتابوليك مع ميتابوليك اسيدوزس، ولو استخدمت جرعه عاليه 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 بيخش في ريسبيراتوري اسيدوزس وتدخلني بقى في كوما والشخص يتكل على الله، والهايبر بروثرومبيني، هايبر بروثرومبيني تدخلني في بليدنج. طب نعالج الشخص بقى اللي خد اكيوت توكسيستي في الاسبرين ازاي؟ اعتقد احنا قلناها على فكره في اول المحاضره، قلت لك البنت اللي ايه اللي انتحرت دي، قلت لك بنعمل لها جاستريك لافاج،
كولد فومنتيشن اللي هو عشان درجة الحرارة بتاعتها ديت وكده، بديها فيتامين كي بسبب البليدنج اللي عندها، وممكن اديها اعمل لها فود بلاد ترانسفيوجن ما عندها بليدنج كتير، وممكن استخدم فيتامين كي، اجيب لها فيتامين كي، اديها فيتامين كي علشان يكون لي مين، عشان يكون لي الكلوتنج فاكتور اللي هم 1972. ما انا قلت لك الكلوتنج فاكتور دهيت مش موجودة، هو بيقلل تصنيعها، فانا بديها فيتامين كي عشان يزود تكوينها، يعني ان اتش سي او 3 عشان ازود الايه الالكالينيزيشن لليورين، وبالتالي انزل الايه انزله في اليورين وكده. طب ما استجابتش، اديها هيموداليس. تمام جدا. الكونتر انديكيشن في الناس اللي عندها بيبتيك السر بشكل الجي اي تي، الناس اللي عندها بليدنج، عندها الناس اللي عندها هيموفيليا، يعني واحد اصلا عنده بليدنج اروح اديله اسبرين اللي بيزود البليدنج؟ لا طبعا. كورونيك رينال امبيرمنت برضه ما ينفعش، لانه اصلا قلت لك بيعمل لي نيفرو توكسيستي، بيعمل لي اكيوت رينال فيلير، ليفر توكسيستي برضه عن طريق البليدنج تندنسي، لان انا عارف ان الليفر هي اللي بيحصل فيها ايه، ما هو لو الليفر معلش، ما هو الليفر هو الان اكتيفيشن بتاع الاسبرين بيحصل في الليفر، فلو الليفر بايظه يبقى الاسبرين هيتن موجود وعالي، فيدخلني بقى في بليدنج تندنسي ويدخلني في مشاكل كتير. بريجننسي برضو الاسبرين ما ينفعش يتاخد في الناس البريجننت، امال اخد مين؟ اقول لك ناخد باراسيتامول كمان شويه. تمام. لان الاسبرين قلت لك بايه، بيعمل لي ديلي للليبر، كمان بيعدل البلاسينتا وبيتراتوجينيك، قلت لك اخد مين بداله؟ باراسيتامول. كان برضه بيعمل لي هايبر سنسيتيفيتي، طب استخدم مين بداله؟ باراسيتامول. هقول لك برضه كمان شويه. ما ينفعش يستخدم في الاطفال اقل من 12 سنه، ما ينفعش يستخدم في الاطفال، ما ينفعش يستخدم في الاطفال مهمه، الجوت وخصوصا مع الانترميديت دوز، سيز في اس، كلام ملوش اي 30 لازمه كده. طب نشوف رقم 10، جلوكوز 6 فوسفيت ديفيشنسي، جلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز ديفيشنسي، يعني دي حاجه كده جينيتك، الناس بتبقى اطفال بتبقى مولوده بيبقى عندها نقص في الانزيم اللي اسمه جلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز، ده الانزيم ده بيروح يحمي لي من مواد الاكسده. يعني ايه الاسبرين ده يا شباب؟ يعتبر حاجه مؤكسده. يعني حاجه مؤكسده يعني مثلا الاسبرين دوت يروح يضرب الار بي سيز، يدمر الار بي سيز بتاعه الشخص ده، يكسرها لي. طب في الناس الطبيعيه الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز ده بيمنع الحركه دي، بيمنع ان الاسبرين يروح يكسر الار بي سي. طب الناس اللي عندها، الناس دلوقتي عندها الانزيم اللي اسمه جلوكوز 6 فوسفيت ده مش موجود، وبالتالي الاسبرين يروح يعمل لي ايه؟ يروح يضرب لي الار بي سي دهيت ويدمرها لي، فاسمها جلوكوز 6، فيدخلني في ايه؟ انيميا. انيميا اسمها هيموليسيس، وفي الار بي سي يزود لي تكسير الار بي سي. دراج انتر اكشن اعتقد كله قلناه، مفيش حاجه ما قلناهاش. سام سلسله بريبريشن برضو ايه اللي هو دواء اسمه دايفلونازيل، ده دكتوره برضه ما لقيتوش، مش عارف ايه اللي جابه هنا دلوقتي. بيقول لك ان هو ده زيه زي الاسبرين كده، دواء زي الاسبرين برضه تبع من عيله السلسليت، ما انا عارف ان الاسبرين عباره عن سلسليت برضه. بيقول لك ولكن هو اقوى من الاسبرين، تاثيره كانتي بايريتك اقل، بيستخدم مينلي كانالجيزك وانفلاماتوري، بما ان يبقى تاني بيستخدم كانالجيزك وانفلاماتوري اكتر، وتاثيره كانتي بايريتك قليل، تاني بيستخدم كانالجيزك وانتي انفلاماتوري اكتر، ده الاساس بتاعه، ولا وتاثيره كانتي بايريتك اقل من الاسبرين. تمام. كده الحمد لله نكون خلصنا الجزء ده، بقى لنا جزء بسيط، بقول ان احنا ايه ننزله في فيديو تاني عشان ايه ما تملوش وانا كمان تعبت.